لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب تفسير القرآن. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. التفسير، قال ابن حجر: التفسير تفعيل من الفسر وهو البيان. تقول: فسرت الشيء أفسره فسرا، وفسرته أفسره تفسيرا إذا بينته. وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة. الماء غالبا يعني ينظر إلى بول المريض يعني. وقيل هو من فسرة الفرس، أو فسرت الفرس إذا ركبتها محصورة لينطلق حصرها، خلاها تجري وهي ممتنعة من قضاء الحاجة إلى أن تبول. وقيل هو مقلوب من سفر، سفر إذا كشف وجهه، يبقى جذب وجبذ كلاهما بمعنى واحد. فسفر وفسر، سفر وفسر يعني كشف وجهه، منه أسفر الصبح إذا أضاء. واختلفوا في التفسير والتأويل. قال أبو عبيدة: وطائفة هما بمعنى. وقيل: التفسير هو بيان المراد باللفظ، والتأويل هو بيان المراد بالمعنى. وقيل: في الفرق بينهما غير ذلك. يقول: وقد بسطته في آخر كتاب التوحيد. قال فيه: التأويل التفسير. وفرق بينهما آخرون فقال: فقال أبو عبيد الله روي: التأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل. وحكى صاحب النهاية أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما لا يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. صراحة يعني حاجة، هذا ليس تفسيرا للكلام يعني. هو طبعا هو قصده يعني صرف النقل اللفظ عن وضعه الأصلي، عما وضعت له اللفظة أصلا، زعموا أن هناك وضعا، إلى معنى آخر مرجوح. يقول: ما لا يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ، يعني إلى معنى لو ما كانش في دليل ما كناش قلنا به، كناش ملافين دون معايا يعني. قال: من قال لا شك فيه فهو التفسير، ومن قال إنه حق في نفسه في قوله. يقول: وقيل التأويل إبداء احتمال، وقيل التأويل إبداء احتمال لفظ معتضد بدليل معتضد، إبداء احتمال لفظ معتضد بدليل خارج عنه. مثل بعضهم بقوله تعالى: لا ريب فيه، قال: من قال لا شك فيه فهو التفسير، ومن قال لأنه حق في نفسه لا يقبل الشك فهو التأويل. هذا ليس يعني طبعا أحسن كلام في هذا الباب، والمبني على أدلة الكتاب والسنة واللغة، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك أن لفظة التأويل، في التفريق بين التأويل والتفسير، لفظة
مشتركة تستعمل بمعنى التفسير. لفظ المشترك يعني له كذا معنى، له معنى معنى التفسير، وهذا الذي أكثر الإمام أو تقريبا الإمام الطبري. ما فيش موطن في آية إلا ويقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، أي في تفسير. ومنه رواية حديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هي طبعا الجماعة المشهورة الصحيحة علمه الكتاب وعلمه القرآن، وإن كانت علمه التأويل مروية قد تكون فيها إسنادها ضعف، لكن بتكلم عليها من الناحية اللغوية يعني إن الكلمة دي مستعملة بمعنى الإيه؟ التفسير، وهي كثيرة الانتشار جدا. لا اللفظ الرسول قال علمه الكتاب، لكن كل ما يقول التأويل علمه التأويل مروية بس مش إسنادها مش صحيح، ولكن معناها صحيح ثابت. علمه الكتاب يعني علمه ايه؟ تأويل الكتاب، ومروية برضو، فنقول مش هتفرق ان هي ثبتت اسنادا ولا مش ثابتة، المهم ان المقصود بها شاهد لغوي. يعني الاحاديث الضعيفة تصلح كشواهد ايه؟ لغوية. ده المعنى الاول، معنى التفسير التأويل، ان هو معنى ليه؟ التفسير بيان معاني الكلام، والحقيقة انه يشمل معاني الالفاظ ومعنى الكلام ما الإجمالي. لما يقولوا إيه اللفظ المشكل، لا مش اللفظ المشكل فقط، المراد باللفظ بيان المراد باللفظ، والتأويل بيان المراد بالمعنى، كل ده من ضمن التفسير. أما التأويل فقد ورد في كتاب الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا تأويله معناه وقوع المخبر به في القرآن، فلذلك وكذلك ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال في صلاته أو في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أو كما قالت رضي الله عنها يتأول القرآن. يتأول أي يفعل ما أمر به في القرآن. إذن ورد الكلام على لفظ التأويل في القرآن بمعنى وقوع المخبر به، وفي السنة فعل المأمور به. ولذا قال شيخ الإسلام أن تأويل الكلام هو ما يؤول إليه الكلام في حاله الثاني، فإن كان خبرا فحاله الثاني هو وقوع المخبر به، وإذا كان أمرا أو نهيا فحاله الثاني هو فعل المأمور وترك المنهي. وما يعلم تأويله إلا الله، بمعنى لا يعلم وقت وقوع المخبر به من الغيب في القرآن إلا الله. وما يعلم حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وحقيقة كيفية صفاته إلا الله، لأن هذا الكلام حقيقة الكلام كما ذكرنا ما يقول إليه وقوع المخبر به. طب احنا كيفيات الغيب لا نعرفها سواء وقتا أو كيفية، فلذلك نقول أن صفات الرب سبحانه وتعالى تأويلها بمعنى معرفة حقيقتها لا يعلمه إلا الله، وأما معانيها فمبذولة لمن عرف تفسير كلام الله ومن عرف لغة العرب ونحو ذلك. لذلك كلمة التأويل تشتمل على معنيين في الكتاب والسنة واللغة العربية، المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني ما يقول إليه الكلام. ما يقول إليه الكلام إذا كان خبر الكلام يقول إلى وقوع المخبر به، يعني لما أقول لك بكرة هيحصل كذا يبقى ده الكلام يقول إلى أنه يحصل الحاجة دي فعلا، أو أن أنا أقول لك افعل كذا فإذا فعلته فقد حصل المقصود من الكلام،
انت مش بتقول بتقصد، تقصد يعني عايز تروح لحاجه مش كده؟ انت قصدت الى المسجد، ما قصدت اليه من الكلام بافعل، احضروا الدرس، لما جيتوا حضرتم، ده قصدي انا بقى حصل مش كده؟ يبقى وقوع المخبر به، فعل المامور به، ترك المنهي عنه، ادي آلات الكلام. لو كان المقال، لو كان الكلام سؤالا يبقى اجابه السؤال هو التاويل، ماشي كده؟ لان كل متكلم بكلام له قصد. انا لما اقول لك اعمل كذا يبقى قصدي ان انت ايه تعمل. لما وصلنا بقى للقصد يبقى هو ما قال اليه الايه الكلام، يبقى تاويله. عشان كده السيده عائشه تقول ايه، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتاول القران، يعني يعمل ما امر به في الايه في القران. عشان كده بنقول يجوز الواحد يدعي بادعيه القران في السجود، لانه تاويل للقران وليس قراءه للايه القران. يعني ايه بقى تاويل للقران؟ يعني والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. لما انت تقول كده يبقى انت بتقرا القران، تقول مش هتقول بقى في السجود والذين يقولون، انت هتقول ايه؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، ده خبر عن عباد الرحمن مش كده؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وانا ساجد. ماشي ماشي كل ده ماشي. اه ماشي. لا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اقتداء بايه؟ بدعاء. انت بتقولها على سبيل التلاوه ولا على سبيل الدعاء؟ يبقى ده تاويل القران، لان القران نزل يعلمك دي علشان تعمل زيها. مش ربنا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، ده خبر ولا امر؟ خبر، غرضه ايه؟ الامر. فانت لما تنفذ الكلام ده يبقى تاولت الايه؟ القران. او ما تقول ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ومنهم من يقول. فانت لما تعمل كده تبقى انت منهم، يبقى انت حصل الايه؟ الخبر، ماشي كده؟ وهو متضمن لامر، اعملوا كده يعني قولوا كده يا عباد الله. فانت كده بتتاول من هذا الباب، من باب المعنى المتضمن في الخبر اللي هو انه هو الامر. معنى كده يبقى التاويل ما يقول اليه الكلام. قال اذا كان خبر يبقى تاويله وقوع المخبر به، اذا كان امر وقوع المامور به، فعل المامور به، اذا كان نهي ترك المنهي عنه، اذا كان سؤال جواب السؤال. معانا كده؟ لا حرام، هقولناها ايه؟ ماشي. فاضل منها ايه بقى في معنى التفسير؟ المعنى الاصطلاحي اللي هو بيقولوا ايه؟ صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر مرجوح لدليل يقترن به. ده كده اسهل تعريف بدل الايه؟ الكلاكيع. ماشي كده؟ ده دليل على ان الكلام بيستعمل، الالفاظ والكلمات والتراكيب نفسها بتستعمل في عدة استعمالات، بعضها بيكون أرجح، إما نتيجة أصل الوضع عند من يقول بالوضع. يعني إيه بالوضع؟ بيقولوا أهل اللغة وضعوه لذلك، زي ما شفت يقول لك أصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة، والتانيين قالوا لا ده أصله من فسرت الفرس، ماشي كده؟ يعني أجريتها وهي محصورة لما تجري هتفك، ماشي كده؟ دول بيقولوا ان في وضع، يعني العرب او العجم او الفرس او الروم قعدوا وقالوا هنقول الالفاظ دي للمعاني دي. حد يعرف يثبت حاجه زي كده؟ لما يعملوا ايه ما يعرفوش يثبتوه، ماشي كده؟ وبعدين بعضهم يقولوا لا ده ربنا اللي ايه؟ اللي علم ادم كل اللغات. كل الكلام ده معلوش دليل، ماشي كده؟ لكن بلا شك ان اكثر حاجه او ممكن يكون استعمالهم الاصلي الابتدائي استعملوها كثيرا في هذا المعنى لغايه ما غلب على الاستعمال، وبعدين بينقل في ازمنه مختلفه وفي ظروف مختلفه الى معاني اخرى. اللي بيبقى في زمان ما هو الشائع الأغلب الأكثر استعمالا
هو ده اللي يجب حمل الكلام عليه في الزمن انت بتسمعه من قائله، ماشي كده؟ لان ده اللي بيتبادر الى الذهن من كثرة الاستعمال. اصل معنى الحج اللي كان اصل القصد، وبعدين لما جت الشريعة استعملته في الحج المعروف، حج البيت والقصد اليه واذهب الى عرفة ومزدلفة ومنى. الاستعمال ده اصبح هو الغالب في زمن الشريعة، ماشي كده؟ وكذلك الصلاة هي الدعاء. واحد يقول لك انا هصلي، حاجة يعني ينفع؟ هنقول له الصلاة اللي ربنا قال واقيموا الصلاة، الاستعمال الاغلب في زمن الشرع وفي لسان الشرع يعني في القرآن وفي السنة انها الصلوات الايه؟ الخمس المعروفة اللي فيها قيام وركوع وسجود. ده الظاهر الراجح اللي اصبح معنى، سواء قلنا في وضع ولا ما فيش وضع ولا تعارف الناس في زمن ما اول ما استعمل. احنا مش عارفين في الحقيقة كيف نشأت اللغات، ماشي، لكنها تفرقت بالتأكيد من لسان آدم ولسان بنيه ولسان نوح ولسان بنيه، ماشي كده؟ بالتأكيد ان ابو نوح آدم ابو البشر ونوح ايه؟ ابوهم الثاني. فاللغات المنتشرة دي كلها عشان كده يقولوا ايه؟ اللغات السامية، قريبة من بعضها لانها منسوبة الى ابناء سام ابن نوح، اليهود والعرب من ابناء سام ايه؟ ابن نوح. ويقولوا الفرس كذلك، ودول تلاقي اللغات بتاعتهم ايه؟ قريبة، غير مثلا اللغات الافريقية واللغات التانية. المهم احنا ما عندناش دليل واضح على بداية استعمال الالفاظ، لكن عندنا ان في ازمنة كتيرة كان الاغلب الاستعمال فيها على لفظ ايه؟ انه يستعملوا اللفظ ده في المعنى ده، ماشي كده؟ واللي بيهمنا في الموضوع ده زمن الشرع بالنسبة لكلام كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم نعرف استعمال الشرعي والاستعمال اللغوي، استعمال اهل اللغة اذا ما كانش عندنا استعمال شرعي. متحرفة من العامية، متحرفة من العربية، بس اصبر شوية. فاحنا بنقول إذا كان في استعمال شرعي يبقى هو الاستعمال الشرعي، ده الأغلب. وإذا ما كانش في استعمال شرعي يبقى هناخد لغة العرب في زمن نزول الإيه؟ الوحي، لأن العرب بتتكلم كده، القرآن نزل إيه؟ قرآنا عربيا. هو ده هيبقى الظاهر، هو ده هيبقى الراجح، هو ده هيبقى حقيقة الكلام، ماشي كده؟ والمعاني التانية اللي مستعملة في اللغة برضه بس مش منتشرة، استعمالها أقل، غير شائعة، نفس الشيوع الأولاني، هيبقى ده المؤول، هيبقى ده المرجوح، هيبقى ده خلاف الظاهر. المجاز فيها بقى في الحتة دي هيتقال واجب إن نحمل الكلام كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وكلام العلماء وكلام الناس على ما يظهر من الكلام، ما لم يدل دليل يرجح المرجوح ده. يعني لفظة تستعمل في الإيجاب الأمر وأقيموا الصلاة، ظاهرها الوجوب. طب ما تستعمل في معاني تانية؟ تستعمل الاستحباب، تستعمل في التهديد اعملوا ما شئتم، تستعمل في التخيير خذ هذه او خذ هذه مثلا، زي يقول فتحرير رقبة مؤمنة، يعني ايه فحرروا رقبة مؤمنة، او كفارة يمين ايه؟ اطعموا 10 مساكين، معناه اطعموا 10 مساكين، او حرروا رقبة او كسوتهم او تحرير الرقبة، ماشي كده؟ يعني او اكسوهم او حرروا الرقبة، دي معنى الكلمة. ده تخيير، مش كده؟ يعني الامر في كل واحدة دول. المهم ان في للتسوية، زي ايه؟
اصبروا او لا تصبروا، استعملت كلمة صيغة افعل الامر في الفاظ معاني عديدة، هستعملها لما الاقي نصوص الكتاب والسنة فانه معنى فيهم، هلا استعملها في الارجح في الاظهر في الاصل في الحقيقة اللي هي الايه الوجوب. ما يجيش واحد يقول لي انها الاستحباب الا لو جاب لي دليل انها الاستحباب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء، جت لمن شاء دي نقلت صلوا من الوجوب الى الايه الاستحباب، ماشي كده؟ يبقى ده دليل يقترن به. اي في كل بقى الكلام الظاهر العموم، يجيش واحد يقول لي طب ما يمكن الموضوع ده خاص بالحالة الفلانية، قول والله جيب لي دليل، ماشي كده؟ يعني موضوع النمص مثلا، لعن الله النامصة، ماشي كده؟ واحد يقول لي ده مش محرم عموما، ده محرم في اللي بتخدع اللي عايزين يتجوزوا بس. قبل ما اقول له ان العلة تغيير خلق الله، هقول له هات لي دليل على ان ده هو الايه هو المقصود، تخصصه بايه؟ بالاحتمال والظاهر العموم، ماشي كده؟ ظاهر الكلمة، الرسول قال النامصة جنس ألف ولام بتاعة الايه الجنس اللي تعم كل نامصة، اللي يجي يقول لي انها مستثنى منها فلانة وفلانة وفلانة، هو اللي يجيب لي الايه الدليل، ان الواجب حمل الكلام على ايه على ظاهره، والعموم هو الظاهر، يبقى التخصيص خلاف الظاهر. معنى كده لا بد من دليل، الدليل ده جه يخلي الاحتمال بتاع الكلمة في الدلالة على المعنى ده بدل ما هي من 1 لـ49 جه بـ50% زيادة، بقت يا 99 يا 51، ماشي كده؟ يعني احنا لو قسمناها بطريقة رياضية هنقول نص الكلام ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، دلالة اللفظ على الكلمة 100%، دلالة اللفظ على المعنى أقصد 100%، ما تحتملش لا إله إلا الله. ها؟ احتمال مؤكد رياضيا. يعني إيه لا إله إلا الله؟ واحد يقول لي مش يمكن إلا اللات والعزة مثلا وإلا المسيح عيسى بن مريم، نقول له إيه؟ قطعا لا، مش هالدليل ده غير مستعمل، ماشي كده؟ لا إله إلا الله دلالة نص، ماشي؟ حاجة قطعية ما تحتملش. في دلالة ظاهر، الظاهر بقى اللي احنا كلمنا فيه الحقيقة والأصل والظاهر والراجح، من 51 لـ49، ماشي كده؟ لـ99، استغفر الله، من 51 لـ99%، وفي مجمل من 50% و50%، احتمال كده واحتمال كده. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي دي تنفع للزوج تنفع لولي الزوجة من جهة اللغة، الذي واحد راجل، مش كده؟ لازم أجيب دليل من برة عشان أقول أنهون المقصود، لكن دلالة اللفظ ما تحتملش ترجيح بين الاثنين. الذي كل واحد راجل اسمه الذي، بيده عقدة النكاح، الرجل بيده، ولي المرأة بيده عقدة النكاح، والرجل بيده عقدة ان هو بيعقد الزواج. ثم نجيب دليل من بره ونقول هو الكلام ده كان قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ مش ده في طلاق ولا مش طلاق؟ بعد الجواز. يبقى في الحالة دي الرجل الولي بقى عنده عقدة نكاح، ما خلاص خلصت، ما انت عقدت الموضوع ده دلوقتي بقى ان الرجل ومراته، ماشي؟ وبعدين يعفون، رجحت عفو المرأة، يعني حاجب التانية تعفو هي برضه، ولا خلي الطرف التاني هو اللي يرغب في العفو، لان الشرع عايز الطرفين يبقوا ايه؟ يبقوا كويسين مع بعض. ده دليل منين ده؟ من العقل اللي عرف قواعد الشرع جملة وعرف انه بيرغب كل الناس في العفو، فاشمعنا هنقول ان العفو
كله متجه ناحيه المراه الغلبانه، يعفونهن او يعفو وليها. لا، يبقى الاقرب ان احنا نخلي او يعفو زوجها، او يعفو الذي بيده يقدر، يبقى ليه الزوج. ادي ترجيح ده. او حاجه تانية، هو الحق ده بتاع ولي المراه ولا بتاع المراه؟ بتاع المراه. طب يبقى وليها يعفو ليه؟ ده مش من حقه. ماشي. يبقى اذا دي كلها مرجحات في ال 50% و 50% من بره اللفظ، من اعمال ادله الشرع العامه، من اعمال الترغيب في العفو في الجميع، من بيان ان المراه مالكه لمالها وليس وليها. ماشي كده. ان احنا نقول كل الكلام ده عشان نرجح ان الذي بيده عقده النكاح هو الزوج وليس ولي الايه؟ المراه. على اطلاق الايه دي. لا، كلمه عقده النكاح الراجل يعني وليها. يعني التفسير الايه. أيوة. الا ان يعفون. أيوة. او يعفو الذي بيده عقده النكاح. هفسرها بايه؟ أيوة. اولى وارجح. والاثنين لفظهم من جهه اللغه زي بعض. لذينا الذي بيده عقدة النكاح. كل منهم بيده عقدة النكاح، بس عشان الآية دي وردت في الطلاق، يعني بعد ما النكاح عقد، يبقى أولى بها الزوج منها من ولي المرأة. ولأن الترغيب ورد في حق المرأة في عفون، يبقى أولى أن يرد بها الزوج عشان يرغب هو كمان، وأولى بها الزوج علشان ولي المرأة ملوش يعفو عن مالها من غير إذنها. يبقى ما فسرهاش بولي المرأة وترجع لعفوها هي اللي ذكرت في أول الآية. كل دي مرجحات في مجملات. اللفظ العربي يحتمل الاثنين بدرجة واحدة، 50% 50%. جبنا كل المرجحات دي من بره اللفظ. ماشي؟ التفسير ده والله بصراحة، أنا عارف ولي الزوج على طول، يعني عارفين إن ولي الزوج اللي هو الآية دي. طب أدينا قلناها. لفظ يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء. اللفظ قرء ده يستعمل في الطهر ويستعمل في الحيض بنفس الدرجة. نقوم نقول نجمع احنا أدلة السنة علشان نشوف الاستعمال الأكثر فيها في الأقراء الحيض ولا الطهر، عشان أرجح الست دي اللي اتطلقت أول ما تبدأ الحيضة تنتهي عدتها، ولا لما ينقطع الدم تنقضي عدتها. الست ايام دول هتاخد فيها نفقه، ولو جوزها رجعها هترجع ولا لا، ولو ماتوا هيورثوا بعض ولا لا. في الست ايام اللي هم بتوع حيضها دول مبني على ترجيح القرء هو الطهر والقرء هو الايه؟ الحيض. ترجيحات لازم تكون من بره اللفظ. نقول اه ده السنه قالت دع الصلاة في أيام أقرائك. ماشي؟ اللي هي أيام الحيض. يقوم يقول استعمال السنة أكتر القرء في الحيض مثلا يعني. يقوم يقولوا إن ربنا قال ثلاثة قروء، ومش هيبقوا ثلاثة قروء، ثلاثة ثلاثة إلا لو كانت بالحيض اللي هو طلقها وهي في طهر. صح كده؟ تعدي الحيضة الأولانية، وبعدين الحيضة الثانية، وبعدين الحيضة الثالثة تخلص، تبقى كده طهرت، يبقى كده إيه؟ انتهت العدة، ثلاثة قروء مضبوطين. لو قلنا الأقراء هي الطهر، يبقى لازم هتقول هما اثنين وبعض الثالث. هما اثنين وكسر، ولو كان الكسر ده إن شاء الله لحظتين. لحظة. هي طاهر. قال لا وطهر لم يمسها فيه، وقال لها انت طالق. سمعت الكلمه حاضت. يقولوا كده مضى قرء. ماشي كده؟ ويقول استنى كمان واحد واستنى التالت، اول ما تحيض يبقى هم في الحقيقه اتنين ولحظه من التالت، ويقولوا كده ثلاثه. نقول انهن اقرب الى ظاهر كلمه ثلاثه قروء. ثلاثه اللي بيقول ثلاثه مش اتنين وايه؟ وبعض الثالث ولو لحظة. يبقى أنا برجح
كلمة إن القروء هي الحيضات من لفظ ثلاثة مش من لفظ قر، صح كده؟ يبقى أنا جبت مرجحات من الخارج، آدي الدليل الذي يفسر المجمل. لا لا ده كلام، ما هو الاثنين قر سواء فسر حيضا او طهرا، القر نفسه لفظه بيستعمل بمعنى الايه؟ المذكر، عشان كده خد ثلاثه، سواء فسرته كده فسرته كده ماشي، مش ده الفرق خالص. الغرض المقصود، انا غرضي بقى بعيدا عن الاختلافات الفقهيه، انا غرضي المقصود ان انا عشان ارجح في لفظه قر لازم اجيب دليل من الايه؟ من خارج اللفظ، كويس كده؟ والا ما بقاش الكلام مفهوم. عندنا بقى احنا قلنا 100% ومن 51 ل 99 مش كده؟ و50 و50 في دلاله اللفظ على الايه؟ على المعنى. وفي بقى من 1% الى ايه؟ الى 49 معنى مرجوح. ما ينفعش احمل الكلام عليه لحد ما ايه؟ ما اجيب دليل. ماشي كده؟ الدليل ده اللي هيرجح الكفة ال 49 ب 2 3 10 هيخليها ارجح من الايه؟ من ال 51. ماشي كده؟ ولو هي نسبة الدلالة مثلا 99 قصاد واحد، ما انت لازم تجيب لي حاجة 100% مثلا عشان ايه؟ تكتر الواحد او نص مثلا 99 ونص عشان يكتروا يخلوا المعنى ده هو المقصود. معانا كده؟ ما يجيش واحد يصرف لي الظاهر معنى على اللفظ عن ظاهره لمعنى اخر مرجوح من غير دليل. ماشي كده؟ المعركه في موضوع التاويل للصفات، تاويل الصفات بين اهل السنه والمعتزله اولا، وبين المعتزله واهل بين اهل السنه والاشاعره في بعض الصفات، مبني على انتوا جبتوا دليل منين عشان تأولوا هذه الصفات؟ هاتوا الدليل، ما تقوليش ان احنا دليلنا هو العقل، لان انا مختلف معاك في عقلي، انا بقول لك لا العقل يقتضي حمل الكلام على ايه؟ على ظاهري، وان ما فيش اي مانع عقلي من اطلاق ظاهر الكلام. ماشي كده؟ حاضر، هقول لكم امثله في موضوع الدليل. لو احنا ورد في الكتاب، في كتاب الله عز وجل، القلوب لدى الحناجر في موضعين، قلوبهم بقى كده، لا القلوب لدى الحناجر وبلغت روح الحناجر، دي فين؟ في الاحزاب، في الاحزاب. وفي غافر وردت ايه؟ اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ماشي كده؟ ظاهر كلمة القلوب لدى الحناجر، عايزين عارفين القلب مش كده؟ وعارفين ايه؟ الحنجرة. لما تقول القلب عند الحنجرة، ظاهر الكلام ان هو ايه؟ خرج من مكانه وطلع عند الحنجرة، مش كده؟ ده اصل كلمة القلب عند الحنجرة، صح؟ وتستعمل هي في معنى الضيق الشديد والهم والغم والكرب، مش كده؟ التركيبة دي في غزوة الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر. هو حد قال لنا في الأخبار إن الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم طلعت لزقت في الحناجر بتاعتهم جزما، ولا حد عنده تردد؟ وإن اللي بيحصل له كده بيموت، مش كده؟ ما بيعيش ويفضل عايش رايح جاي وبيحفر وبيعمل مثلا ماسك سلاح اللي يهجم من الكفار يروح جاي يضربه مثلا يعني، ويروح يخترق معسكر الكفار ويرجع. المعنى ده بالقطع واليقين مش هو المقصود، مش كده؟ هيحمل على معنى ايه؟ الكرب والضيق. طب نيجي بقى للايه اللي في غافر، إذ القلوب لدى الحناجر وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. السلف فسروها ازاي؟
فسروها على ظاهرها، قالوا ايه؟ خرجت من اماكنها ووقفت عند الحنجرة. فلا هي خرجت ارواحهم وماتوا لانهم مش هيموتوا يا ولاد، ولا هي رجعت الى اماكنها. طب ليه فسروها كده؟ لان ده ظاهر الايه؟ القرآن. معانا كده؟ ومفيش مانع يمنع منه يوم القيامة، ومفيش دليل الرسول صلى الله عليه وسلم انما تفتكروش دي، واحنا ما عندناش الدليل العقلي اللي كان موجود، مش العقلي بس، العقلي والحسي والمنقول، ان احنا متاكدين ان مفيش حد من الصحابه قلوبهم وصلت للايه؟ الحنجره في غزوه الاحزاب. فعشان كده قلنا هنا كده عشان الادله دي، وقلنا يوم القيامه على ظاهرها، لان هم مش هيموتوا يوم القيامه، لان هم طلعوا من القبور وخلاص واحيوا، مفيش موت تاني. وان معنى الكلام يحمل على ظاهره طالما مفيش دليل، مفيش حديث قال لنا ان معنى الايه دي كذا، بل العكس، نلاقي تفسيرات السلف، السدي وقتاده ومش عارف مين كمان من المفسرين الان من السلف من التابعين قالوا هذا الكلام، تلاقي ابن جرير وابن كثير يفسروها كده برضه. ليه؟ علشان مفيش دليل ينقل هذا الظاهر من ظاهر، ان هذا اللفظ من الظاهر الى المعنى الايه؟ المرجوح المجازي. المجاز المرجوح خلاف الظاهر، كل دي الفاظ بمعنى واحد. الحقيقه الاصل الظاهر كلها بمعنى ايه؟ واحد. معنى كده؟ فنرجع تاني لفظ التاويل، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقترن به الى معنى اخر مرجوح لدليل يقترن به. الدليل المقترن ده سواء مقترن في نفس السياق ولا موجود في حته تانية بس موجود في الادله في كلام المتكلم. فبناء على ذلك لما يكون كده هيبقى التفسير، لما يكون في دليل صحيح هيبقى التاويل. هنا بمعنى التفسير احد معاني التفسير، صرفت اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر لوجود دليل. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تفسيرها ان حرام الواحد يعمل كده، وحرام ان واحد يربط ايده في رقبته مكسوره، نقول للدكاتره هتشوفوا لكم رابطه تانية عشان القران نهانا عن ذلك، ولا كل الناس هتضحك ليه؟ علشان هم تصوروا ما قد يكون ظاهرا، لكن التركيبه دي تستعمل في السياق ده، ماشي كده؟ خلاف سياق ابسط يدك ابايعك، يروح جاي ايه؟ باسط يد واحد مخبي حاجه في ايده، ابسط يدك يقول لي لا مش هبسطها، ابسط يدك خاف لو جه بسطها، ماشي كده؟ ده سياق غير السياق، ماشي كده؟ وعرفنا ان الشرع في كل الادله في كتاب وسنه واجماع ما نهاش الناس عن بسط كفوفهم على المعنى الظاهر. فمش ممكن احمل نهي القران على معنى لم يرد، وسياقه في سياق الوصايا سياق واضح جدا انه نهي عن التبذير، ووضع اليد في العنق نهي عن ايه؟ عن التقتير. هذا تأويل صحيح. يعني معلش العاميه عارفه كده برضه. انا عارف اني عارفه كده، انا بجيب الامثله الواضحه قوي لان كل الناس فاهمه كده، ما هم عاميه فاهمين صح. ماشي؟ انت لما تيجي تترجمها للغه تانية ما ينفعش تقول دونت مثلا don't open your fingers مثلا او your hand، ما ينفعش تقول له كده، لازم تفسرها له ان انت لا ايه؟ لا تبذر، ماشي كده؟ هو مش هيفهم التركيبه دي. بس انت عاوز درس انجليزي برضه. ها؟ عاوز ذاكر انجليزي. لا خلاص نسيت. نعم.
تحريف. التحريف يشمل التأويل بلا دليل، وأشد منه ده التحريف المعنوي، إنه يستعمل اللفظ في معنى لم يرد فيه. ها؟ زي بالظبط كده إيه؟ إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، يقولوا عائشة. اسمه ده تحريف. يؤمنون بكلمة الطاغوت أبو الرعب. ده اسمه تحريف. هو في اللغة العربية كده. كفر. حقيقته كفر. ماشي كده؟ كده خلصنا الموضوع ده؟ يبقى التأويل الاصطلاحي هو أحد معاني التفسير عندما يكون الدليل صحيحا، ويكون تأويلا باطلا لا يصح أن يكون تفسيرا أو يقع تفسيرا باطلا إذا كان الدليل غير صحيح. قال: التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم النحو واللغة وتصريف والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، يعني معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. الحقيقة استمداد ذلك أول حاجة كان يجب أن يذكرها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعلم النحو واللغة والتصريف والبيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج إلى معرفة التفسير، مش يخش على اللغة العربية على طول. ده التفسير بهذا الاعتبار الذي ذكرناه هو تفسير السلفي، هو أننا أفسر القرآن بالقرآن، أجمل في موضع يبين في موضع آخر، ثم أفسره بالسنة، ثم أفسره بأقوال الصحابة والتابعين، خصوصا عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. الصحابة ماشي، والتابعين اللي خدوا منهم تلامذتهم، ده عندي مقدم على مقتضى اللغة بس. عشان كده جيت قلت لك انا ما عنديش حديث صريح في ان القلوب لدى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر يوم القيامه يعني بالمعنى الظاهر، ولا عندي عن الصحابه، عندي عن التابعين. مش هعدل عنهم، الاسرائيليات مش مصدر مسار التفسير، يستأنس بها في التفسير محتمل. يجيبوها ليه الإسرائيليات من أساسه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بس ما أمرناش بتصديقهم، ما أمرناش بإيه؟ بتصديقهم. وبالتالي فليس من مصادر ذلك، يعني ينفع نستغنى عن الإسرائيليات؟ أو نستغنى يعني في تفسير طه 4 صفحات 5 صفحات من الإسرائيليات، وفتناك فتونا، جايب 5 صفحات يعني اسرائيليه، اوقع في الساعه، لا لا لازم في حاجات لها لازمه قطعا برضو؟ طبعا في اسرائيليات، في اسرائيليات رائعه موافقه للكتاب والسنه. الحاجات الموافقه للكتاب والسنه ده حاجات رائعه، في حاجات جميله جدا، وفي حاجات مضاده للكتاب والسنه مناقضه لها، بعضها يتضمن كفرا لابد نردها، وبعضها ما عرفوش، لا يوجد في الكتاب والسنه ما يوافقه ولا يوجد ما يخالفه، اسكت عنه، اذكره من غير لا صدق ولا ايه ولا كذب. حديث الفتون اللي قال عليه الشيخ صحيح لابن عباس، بس ابن عباس رضي الله عنه ممن علم انه ياخذ عن ايه؟ عن كعب الاحبار وعن غيره. قال: الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، أي مشتقان من الرحمة، والرحمة لغة الرقة والانعطاف، وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز
عن إنعامه على عباده. خش على طول في الغلط بقى. طبعا غلط جامد كلام ابن حجر ده، غلط بقى اسم الرحمن الرحيم ده كلام ابن حجر مش كلام البخاري. البخاري بيقول اسمان من الرحمة الرحيم والراحم بمعنى واحد، مش عايز يفسرها، مش محتاجة تفسير، تفسيرها قراءتها. أنا مالي وأقول أنهي لغة اللي فيها اللي هي الرقة والانعطاف وميل القلب ونحو كل الكلام ده، أنا مالي بيه. ده هو ربنا جعل الرحمة في قلوب الخلق لأنه هو الرحمن. يعني العباد ما عرفوش معنى الرحمة إلا لأجل أن الله موصوف بالرحمة. تقوم تقول لي إن الرحمة دي ما ينفعش نوصف ربنا بها على الحقيقة، وإنها مجاز عن الإنعام عن العطايا. يا راجل ده كلام برضو مجرد العطاء. هو أنت لما واحد بيدي واحد حاجة هو ده بس معنى الرحمة؟ طب ده انت لما تشوف ام حض ابنها مثلا ما تفهمش معنى الرحمة؟ تفهم قطعا ويقينا. بها ترفع الدبة وحفرها عن ولدها. الامر ده ومن غير يعني الفيل، الفيلة اللي ولدت الفيل الصغير وبترفع رجلها عنه، هي لسه ما عطتوش حاجة عشان تقولي الانعام. المعنى مفهوم يستقر في النفوس مش العطاء بس. غلط اللي تفسر بالعطاء فقط. العطاء ده جزء من معنى الرحمة. ولما عرفتها التعريف اللي مش محتاجينه أدى ذلك إلى اضطرار إلى استعمال التأويل في بغير دليل، لأن أنت فسرته بمعنى الرحمة في المخلوق المناسب للمخلوق. طب ليه إحنا مش لا نحتاج إلى ذلك؟ تفسيرها قراءتها هو الصح. البخاري لما جه فسر هنا بسم الله الرحمن الرحيم قال اسمان من الرحمة. تعال بص في الكتاب كله، افتح اي صفحة هتلاقيه بيقول ايه؟ يلبسكم يخلطكم من الالتباس. يلبسوا يخلطوا، شيعة فرقة. فسر ولا فسرش؟ كلام محتاج تفسير بيفسره. هنا في الرحمن قال ايه؟ قال اسمان من الرحمة. لما قال في استوى الإمام البخاري قال استوى قال مجاهد على، ماشي كده؟ لما الحاجة تكون محتاجة تفسير تتفسر، مش محتاجة تفسير تقرأ. سميع، ما تقوليش السمع اهتزاز طبلة الأذن ثم انتقال الحركات إلى العظمات الثلاث ثم إلى العصب السمعي ثم إلى المخ ليدرك معنى الصوت. أنا مالي ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انت فسرت لي السمع اللي انت عارفه اللي هو سمع مين؟ الانسان، مش كده؟ انت تقول لي بقى ما انت قلت السمع الذي هو سمع الله يليق بجلاله من غير ما تفسر التفسير ده، مش كده؟ واسوأ منه تفسير التعبان بقى اللي هو صفه معنويه تدرك بها المسموعات. الله، ما المسموعات جبت السمع هتفسره بالمسموعات؟ كلام غلط. هقول لك السمع مش محتاج، السمع الناس عارفاها من قبل ما تعرف كل الكلام اللي بتقوله ده. والرحمة الناس عارفاها، كل يعني الراجل العام اللي في الشارع لو لقى واحد ضرب ابنه يقول له انت ما عندكش رحمة يا راجل. فاهم معنى الرحمة من غير تعريفات، من غير لو فسرت هتبعدها عن الحقيقة وهتتعقد فعلا وما تفهمش الناس حاجة. ده مش تفسير، ده انت بتحاول توصف كيفية، فيترتب على ذلك بدعة منكرة هي تأويل الصفات. ابن حجر عادي، ما انت عالم عادي ان هو واحد يقول كلام غلط. عالم هو العالم معصوم ولا بيقول كلام غلط؟ احيانا يقول كلام غلط، ايه المشكلة؟ اخطأ في ذلك. طبعا كده العطاء والنعم من اثار رحمته عز وجل. الرحمه اوسع، عشان كده نقول هذا من التاويل المذموم ونفي صفه الرحمه الثابته لله تعالى على ما يليق به عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. فتفسير الرحمه بالانعام او اراده الانعام
يعني يا اما فسروا بالانعام نفسه بالعطيه ذاتها، ده المعتزله، عشان ما عشان المعتزله ما بيسبوش صفه الايه الاراده. المعتزله الاشاعره يفسروها بالايه، باراده الانعام، لانه يسبوا الاراده. طب يا حسبنا الله ونعم الوكيل، ان الوضع يوصل ان احنا بسم الله الرحمن الرحيم نبقى اللي بنكررها وبعدين بنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يبقى يخطر ببالنا دائما المعنى الناقص. يبقى القرآن كلام يبين منه الباطل وخلاف الحقيقة وخلاف الحق. القرآن كتاب مبين. وبعدين دي خليتوها صفة نقص ازاي؟ الرحمة صفة نقص، نعوذ بالله، انك لازم تخليها مجاز عن العطاء او عن إرادة العطاء. فعلا جمع بين التعطيل والتحريف. تفسير الرحمة بالرقة يناسب رحمة المخلوق. والله رحمة المخلوق أوسع من الرقة. يعني تفسير، عايز أقول لك الرقة تتفس يعني معنى يمكن هي اللي محتاجة تفسير. يعني ممكن يقول لك فلان ده رقيق قوي، مش كده؟ فلان رقيق فعلا، بس في الحقيقة مش شرط يكون عنده رحمة. والله العظيم معنى الرحمة أوضح من معنى الرقة، وأوسع منه وأحسن منه. وإنت مفسر، إنت فعلا لو قلت الناس يعني إيه الرحمة ما تقولوش حاجة إلا إيه، إلا قول له شوف أم شايلة طفلها، قول له شوف عصفورة بتوكل بنتها، وما تفسروش أكتر من كده. الرقة سلوك، مش شرط يكون في القلب حاجة، واخد بال حضرتك؟ ده رقيق مش كده؟ مش شرط، لا ممكن حتى رقيق في التعامل معايا. ده بيقول لك دي فلان مثلا، فلان عاجبها فلان، بيقول لك اصله رقيق قوي مثلا. ده ما هم فسروها كده، عشان كده قالوا ما تنفعش لربنا. بقى احنا ينفع نقول الرحمة ما تنفعش لربنا؟ نعوذ بالله من الضلال. والله العظيم فعلا التأويل ده تأويل باطل، ضلال منكر. امال انتوا عايزين ايه الا ان يتغمدكم الله برحمته؟ واحنا عندنا امل الا في رحمه الله؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل اللفظ ده 23 سنه كل يوم 34 مره على الاقل، وعمره ما يقول لنا ان هذا لا يجوز في حق الله. ها يعني الصحابة رضي الله عنهم ما تنقلوش حرف واحد عن واحد منهم، ولا التابعين ولا تبيع التابعين ولا أئمة العلم والدين لغاية القرون الثلاثة على الأقل وأكثر منها، يقولوا إن الرحمة لا تجوز على الله، وإن ده مجاز وحقيقتها لا تليق بالله عز وجل، ويجب صرفها عن ظاهرها لمعنى آخر يليق بالله الذي هو الإرادة. يا رب ارحمنا برحمتك. ماذا يصنع التأويل في أهله؟ ماذا تصنع البدع في أصحابها؟ وبعدين يقولوا الكلام ده، كلام اللي يقول يثبت الرحمة يبقى مشبه. لا ده انت كده، ما انت هتبقى زيي، لان انت اثبتت السمع واثبتت البصر واثبتت الحياة. ولو جيت تتكلم على اي واحدة من دول هتتكلم على ايه؟ على صفة المخلوق، واخد بالك؟ وساعتها هيقولوا لك نفس الكلام، هترد عليهم وتقول لهم لا ده احنا نقول برحمة هي سمع وبصر وحياة لائقة بجلال الله. طب ما تقول كده في الرحمة، وليه اللي خلاك تخرج عن هذا الأمر؟ ها؟ صحيح والله. لا هي كلمة الرحمة دي واردة في الكتاب والسنة ما لا تحصى، ما لا تحصى، يعني يصعب إحصائها، يعني إن واردة في الكتاب والسنة دون مرة واحدة يتكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الباطل. عشان كده لما نلاقي حتى ابن حجر ولا مين اللي يقوله ما نقبلوش. قال وهي صفة فعل لا صفة ذات، كلام مش صحيح.
الرحمه في هناك رحمه هي صفه ذات لازمه لذات الرب، بحيث ان كل من سواه يكون مرحوما كما انه الخالق، فكل من سواه يكون مخلوقا. فحتى اكفر الكفره قد نالهم شيء من رحمه الله، بيكونوا مخلوق لله، بيكونوا غير الله، لابد ان تناله من رحمه الله، بس مش شرط انها تبقى مكتوبه له ايه في الاخره. وقيل ليس الرحمن مشتقا لقولهم وما الرحمن، واجيب بانهم جهلوا الصفه والموصوف، ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن. في الحقيقه دي معانده مش جهل. وارد عبد الرحمن في اسماء العرب قبل النزول، الرحمه صفه ذاتيه فعليه. عبد الرحمن بن عوف لا، عبد الرحمن بن عوف مسمى بعد الاسلام. بعد الاسلام؟ اه. لكن عبد الرحمن بن النصري مسمى قبل الاسلام، اللي هو بتاع هوازن. يقول بتاع هوازن: وقيل هو علم بالغلبه. اسم الرحمن علم على ذات الرب عز وجل بغلبه الاسلام، لانه جاء غير تابع لموصوفه، لموصوف. يعني اسم الرحمن جاء غير متعلق، عالم على ذات الرب. اسم الرحيم دايما يذكر فيه المرحومين، كما في قوله الرحمن على عرش استوى، ان اسم الرحمن علم على ذات الرب. عشان كده قلنا ان اسم الرحمن صفة ذاتية، لكن هي بالتأكيد من الرحمة مش انها غير مشتقة. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قل ادعوا الله وادعوا الرحمن يوم نحشر المتقين الى الرحمن الرحمن وفد. وتعقب بأنه لا يلزم من مجيئه غير تابع أن لا يكون صفة، لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته. الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم، هذا بالنظر إلى أصل المعنى، وإلا فصيغة فعيل لرحيم من صيغة المبالغة، فمعناها زائد على معنى الفاعل. وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة، وفيها ايضا زيادات لدلالتها على الثبوت، دي المعاني اللغويه البلاغيه يعني الصفه المشبهه، لدلالتها على الثبوت بخلاف مجرد الفاعل، فانه يدل على الحدوث. الصفه المشبهه دي معنى ايه؟ في حاجه لازمه مستمره، ثبوت ثابته، بخلاف الفاعل فقد يحصل مره. ويحتمل ان يكون المراد ان فاعلا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول، لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه. يعني جايب البخاري بيقول الرحيم بمعنى راحم، بيحترز عن، مش قصده بمعنى واحد ان هو اثبات المساواة الكاملة بين اللفظين، عشان دي فيها صيغة مبالغة او صفة او صفة مشبهة اللي هي اللي فيها معنى الثبوت زي ما قلنا. ليس بمعنى، هي قتيل فعيل بمعنى ايه؟ مقتول. فصيغة فعيل تأتي بمعنى فاعل وبمعنى ايه؟ مفعول. عايز يقول هنا البخاري لما قال الرحمن الرحيم والرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم، انها من باب الفاعل وليس من باب الايه؟ المفعول. واختلف هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد كالندمان والنديم، فجمع بينهما تأكيدا او بينهما مغايرة بحسب المتعلق، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمن والكافر، وفي الآخرة تخص المؤمن. أو التغير بجهة أخرى، فالرحمن أبلغ لأنه يتناول جلائل النعم وأصولها. تقول فلان غضبان إذا امتلأ غضبا، وغاضب إذا كان في حالة الغضب أي درجة، وأردف بالرحيم ليكون كالتتمة ليتناول ما دق. وقيل الرحيم أبلغ لما يقتضي صيغة فعيل، والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة. هو الظاهر والله أعلى وأعلم أن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، ورد رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فمش هينفع يخص، لكن
رحمة الله بالكفار في الآخرة أن لا يعذبهم على غير ذنوبهم. والتحقيق أن جهة الرواية فيهما مختلفة، وروى ابن جرير يعني عند أهل اللغة عامتهم على أن الرحمن أبلغ. روى ابن جرير من طريق عطاء الخراساني أن غير الله لما تسمى بالرحمن كمسيلمة جيء بلفظ الرحيم لقطع التوهم، ضعيفة جدا، لأن بسم الله الرحمن الرحيم نازلة في سورة الإيه؟ النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والفاتحة فيها بسم الله الرحمن الرحيم وهي سورة مكية. وبالتالي فقبل مسيلمة ما يظهر أصلا، مسيلمة ادعى النبوة فين؟ بعد ما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفود وفد يعني حنيفة وهو منهم، يعني كان لسه بيشاور عقله. فهو بعد ما رجع أظهر النبوة، ادعى النبوة. فكان سنة 9 هجرية. يقول: فإنه لم يوصف بهما أحد إلا الرحمن الرحيم. وعن ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. شاذ برضه. شاذ الكلام ده. أما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمن اليمامة فمن تعنتهم في كفرهم، ولما تسمى بذلك كساه الله جلباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. ومن الشاذ ما روي عن المبرد وثعلب أن الرحمن عبراني والرحيم عربي، وقد ضعفه ابن الأنباري والزجاج وغيرهما، وقد وجد في اللسان العبراني لكن بالخاء الرحمن. والله أعلم. قال البيضاوي: تخصيص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي. يقول التسمية يعني البداية باسم، احنا دايما نقول نكتب كل حاجة بنكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بنسمي، مش كده؟ اشمعنى اختصت باسم الرحمن الرحيم؟ يقول لأن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الله، الذي هو مولي النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها. فتوجه بشراشره إلى جناب القدس، توجه من داخله إلى جناب القدس الطهري جلال الرب، وتمسك بحبل التوفيق، ويشغل سره بذكره والاستلذاذ به عن غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.